ويبقى معنا أبو طالب العبد الله مراسل الغد، ولكن هذه المرة من جدة بعد أن انتقل إليها من اسطنبول لمتابعة فعاليات هذه الزيارة. أبو طالب، يعني ماذا يقول الجانبان التركي والسعودي من الناحية الرسمية حول هذه الزيارة التي ستبدأ بعد ساعات من الآن؟ نعم حسن، دعني أرصد الأجواء في مدينة جدة السعودية. استكملت كل التفاصيل التي تتعلق بهذه الزيارة التي يولي لها الجانبان التركي وكذلك السعودي أهمية كبيرة. أولا، هناك بعض التفاصيل المهمة في هذه الزيارة، هي الزيارة الخليجية الأولى للرئيس أردوغان بعد إعادة انتخابه رئيسا في ولايته الأخيرة، وبالتالي يعول عليها كثيرا لأنها تشكل فرصة كما يقول مسؤولو البلدين لمناقشة القضايا السياسية التي تهم المنطقة والعالم. وستكون مدينة جدة السعودية أولى محطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث سيصلها غدا بصحبة وفد رفيع المستوى من كبار الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، وكذلك وفد يضم رجال الأعمال التركي لتأطير ربما توافقات المرحلة المقبلة. إذن على الرغم من أنها فرصة لمناقشة الملفات الإقليمية والدولية المهمة بين الرياض وأنقرة، هي كذلك ذات بعد اقتصادي مهم، لأنها ستنتج ربما أفق وتوافقات المرحلة المقبلة، في ظل حديث المسؤولين الأتراك حسن عن أن هذه الزيارة يعني ربما تؤطر توافقات واستثمارات خليجية داخل تركيا بمليارات الدولارات. أردوغان كان واضحا قبل أيام قليلة فقط صرح بأن زيارات المسؤولين الأتراك للعواصم يعني الرياض والدوحة وأبو ظبي أطرت تفاهمات، وهناك اهتمام خليجي للاستثمارات الاستثمارات كبيرة في قطاعات البنية التحتية وكذلك الصناعات الدفاعية ومشاريع الطاقة. وبالتالي هذا الوفد رفيع المستوى الكبير وهذه الزيارة وبرنامج الزيارة والأجندة المعلنة كلها تشي بمرحلة ربما إيجابية مقبلة في علاقات تركيا مع البلدان الخليجية، والتي ربما كذلك ستسفر مزيد من التصريحات خلال الفترة المقبلة. ربما نستمع إلى بيانات، مؤتمرات صحفية، توافقات، ما هي طبيعة الاتفاقات التي ستبرم، هذا ربما ما ستجيب عنه ربما يعني توقيع البروتوكولات المشتركة في العواصم الثلاث خلال هذه الزيارة حسن، وسنرصدها معكم تباعا. نعم، هل أعلنت أجندة الزيارة من خلال اللقاءات التي سيجريها الرئيس التركي في كل من الدول الثلاث؟ نعم، الرئيس التركي سيصل غدا إلى جدة السعودية وسيجري مشاورات بطبيعة الحال مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكذلك سيكون هناك اجتماع رفيع المستوى على المستوى وزراء البلدين وكذلك مجلس التعاون المشترك ورجال الأعمال، وهذا الاجتماع هو مهم الذي يجمع رجال أعمال السعوديين والأتراك وبحث فرص التعاون، حيث يصحب الرئيس أردوغان العشرات من كبار رجال الأعمال وكذلك القطاعات التجارية والاستثمارية والشركات التركية الكبيرة في هذه الزيارة، وبعد ذلك سينتقل إلى الدوحة وكذلك سيجري ذات الأمر، يعني زيارته لجدة غدا حسن، وبعد غد للدوحة، ويوم 19 سيكون في أبو ظبي ويغادرها يوم 20، هذا بحسب الأجندة المعلنة التي تصلنا تباعا عبر المكتب الإعلامي في الرئاسة حسن. نعم، مسألة إعادة الإعمار بالنسبة للمدن التركية التي أصابها الزلزال في بداية هذا العام، موقعها من المباحثات التي يجريها أردوغان في كل من الدول الثلاث؟ طبعا حسن، لا يوجد تصريح رسمي حيال هذه المسألة، ولكن الصحف التركية وسائل الإعلام التركية تحدثت عن أن الشركات وكذلك الاستثمار الخليجي أو دعم قد يشمل دعم عملية الإعمار في تلك المناطق، وبالتالي ننتظر ربما بيانات رسمية أو حديث صريح خلال هذه الزيارة التي ستبدأ بجدة عن هذا الموضوع، وهو ربما ما سيحسم الجدل، ولكن إشارة وسائل الإعلام التركية لهذا الموضوع قد تكون وضعت ربما بعض المعلومات التي تتوفر
الأخبار من بعض المسؤولين والمطلعين ما إذا كانت الدول الخليجية ستدعم عمليات إعادة الإعمار التي تقول تركيا أنها ماضية على أرض الواقع على قدم وساق منذ أن بدأت خطة الحكومة للتعاطي مع هذه المناطق المنكوبة لإعادة بناء مئات آلاف الوحدات السكنية في تلك المناطق في الولايات التي دمرت أو تعرضت لدمار كبير جراء الزلزال. شكرا جزيلا لك أبو طالب العبدالله، مراسل الغد، كنت معنا من مدينة جدة السعودية.